مؤخرا تم منحي الجنسية السعودية. الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وجنسية سعودية. مبروك لعمرو أديب، تعب وشقي واشتغل على نفسه كتير جدا، اشتغل على نفسه كتير فوق ما تتخيلوا يا جماعة، بس عشان حضرتكم تبقوا عارفين، راح يعني جرب حظه مع الملك فهد. انت متخيل انت الملك فهد؟ راح جرب حظه مع الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود في سنة 2000 لما ظهر على قناة أوربت اللي بيملكها الأمير خالد ابن عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود، واشتغل فترة طويلة من التدليس، كنت هقول كلمة كده مش كويسة، الحمد لله مسكت نفسي. اشتغل فترة طويلة على نفسه من التدليس ومن التطبيل والكلام ده كله، ما جابتش نتيجة مع هو في أوربت، ما جابتش نتيجة مع الملك فهد. المهم جه من بعد الملك فهد الملك عبد الله، اجتهد أكتر وأكتر وهو موجود في أوربت وكده، واشتغل على نفسه جامد وبرضه ما جابتش نتيجة في الآخر. فخلاص، فالطبل والزمر مش نافع مع الملوك السعودية أو مع حكام السعودية في الوقت ده، فاشتغل على نفسه أكتر وأكتر، وراح اشتغل في الإعلام مع نجيب ساويرس وضغط نجيب ساويرس، برضو عارف ان عمرو اديب متملق وعارف انه معرضاتي وكده، ما جابتش نتيجه مع عمرو اديب. راح اشتغل شويه في قناه اون تي في، برضو ما جاتش نتيجه. المهم بعد الملك عبد الله ما رحل، جه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وشويه، وظهر محمد بن سلمان، وجه تركي آل الشيخ، ورجع من جديد عمرو اديب لقنوات السعوديه، بس المره دي بقى مش اوربت، بقى المره دي رجع مع قناه ام بي سي السعودية علشان يكمل مسيرة التطبيل ويكمل مسيرة التدليس العظيمة وخداعكم والكلام ده كله، وهو شغال على نفسه ومجتهد جدا، وده ما يمنعش ان بقول لعمرو اديب مبروك عن الجنسية السعودية. فاشتغل على نفسه اكتر واكتر، تحمل ما لا تتحمله نفس بشرية. عارف حضرتك كده اعزكم الله لما تبقى مشتري لنفسك حمار وبتكون انت مثلا امشي بالراحة روح يمين شمال، عمرو اديب تحمل ما لم يتحمله الحمار اعزكم الله، تحمل ان تركي آل الشيخ يلسعه اللسعة دي. شكرا ويلكم تو سعودي اريبيا. شكرا ابو واشتغل برضو على نفسه عمرو اديب، وعشان كده بقول له مبروك. مسيرة دي مسيرة طويلة من الاجتهاد، من اجتهاد عمرو اديب، يعني ربنا ما يكتب عليكم هذا الاجتهاد بصراحة يعني. المهم فاشتغل على نفسه اكتر واكتر عمرو اديب، وتحمل القفا بتاع تركي آل الشيخ، واول ما تركي آل الشيخ اداله القفا راح مسح ايده كده وقال له كان شيء ما حصلش يا ابني، في كاميرا سجلتك والعالم كله تناول الفيديو، قال له اعمل نفسك ما انك كده ما شفتش. واجتهد اكتر واكتر عمرو اديب، وتحمل ان تركي آل الشيخ يلطعه يسقع له بهذا الشكل في المطار. الان انا مواطن عندي جنسيه مصريه وجنسيه سعوديه. يسكت عمرو اديب؟ لا، تحمل وصمد وصبر من اجل مشواره الطويل ومن اجل رغبته في الوصول الى الجنسيه السعوديه العظيمه زي ما هو قال لك. فتحمل يا عيني وضغط على نفسه لغايه ما خرج تركي آل الشيخ وقال له بقول لك يا واد يا عمرو انت صناعه سعوديه، قال له ليا الشرف عمرو اديب. فانت صناعه، جزء من الصناعه السعوديه يا عمرو. وانا ليا الفخر. عمرو اديب استمر وصابر وتحمل، وكان عنده هدف وتارجت رئيسي ان لازم يحقق اللي كان نفسه يعمله من سنة 2000 لما اشتغل في قناة أوربت في بداية الفيديو زي ما قلت لحضرتك. كم اشتغلت في أوربت؟ 15 سنة 14 سنة. لغاية ما خرج عمرو أديب وحصل على الجنسية السعودية زي ما هو كان عايز بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها في أول الفيديو واللي بنعيدها لحضراتكم تاني. مؤخرا تم منحي الجنسية السعودية. كده نقول لعمرو اديب مبروك مرتين. المره الاولى ما هو بقى معاه جنسيتين غير المصريه، اي والله معاه الجنسيه اليونانيه هو ولميس واولاده، وكده معاه الجنسيه السعوديه هو ولميس واولاده. شفت انت بقى عمرو مجتهد. فمبروك لعمرو اديب الاعلامي السعودي من اصل مصري على الجنسيه السعوديه. ومبروك ليكم يا اللي كنت بتصدقوا عمرو اديب وتقول علينا احنا اللي ممولين ومعاك الجنسية القطرية، أقول لك والله ما معانا جنسية قطرية، وتقولوا لغيرنا والله ما معاك الجنسية البريطانية، والله ما معانا، أنتوا ممولين. شفتوا قد إيه أنتوا كأنصار السيسي اللي بيتفرجوا على عمرو أديب، شفتوا قد إيه أنتوا مغفلين؟ عمل لعياله مليارات، عمل لعياله مليارات الجنيهات، وأنتوا مش لاقيين تجيبوا كيلو سكر الآن.
عمل لعياله جنسية يونانية واشترى لهم شقق في باريس واشترى لهم في أمريكا وأخد الجنسية السعودية، وانتم مش لاقيين. شفتم نتيجة الخداع اللي وصلت؟ بس تستهلوه قسما بالله العلي العظيم، حقا بالله أنصار السيسي يستهلوا النهاردة ما لقوش البرسيم، مش هقولك ما لقوش السكر، يستهلوا. دي نتيجة اللي صدقته عمرو أديب. بس عايز أقول لكم فيديو واحد بسيط كده صغير لعمرو أديب تاني، مع استحملوني استحملوني، لعمرو أديب لما خرج يتكلم عن بعض الناس اللي في تركيا لما كانت بتاخد الجنسية التركية بهذا الشكل. الوقت ده هو الوقت المناسب، قالوا له ايه؟ قال لهم بقى اللي عايز اقامه، اللي عايز جنسيه، ده الوقت، لان هم محتاجيننا. الوقت اللي انت هنا في مصر بتفكر بقى ان دول ايه؟ عايشين للثوره وعايشين للحراك؟ لا خالص. طب انت اخدت السعوديه، طب اللي في تركيا وفكروا ياخدوا الجنسيه، فكروا ياخدوها ليه؟ علشان النظام المصري ما بيعملش باسبورات. انا بتحدث امام حضراتكم، انا باسبوري مش شغال، باسبوري معطل منتهى الصلاحية، باسبوري الحكومة المصرية والسفارة المصرية رفض وبشكل قطعي تعملي باسبور، رفض تماما تعملي باسبور. طب لو أنا النهاردة رحت بطريقة ما حصلت على جنسية مثلا علشان أعرف أمشي وأعرف أسافر وأعرف أروح وأجي، أنت ممول وعميل. بينما عمرو أديب اللي قاعد في أحضانكم وعنده قصر في القاهرة وعنده شقق لا تتخيلوها في باريس، لسه مشتريها من ايام قليله، وعنده مش عارف ايه في امريكا، وقاعد في وسطكم وبياخد مليارات من الجنيهات وملايين الدولارات، وقاعد في وسطكم بياخد الجنسيه السعوديه وياخد الجنسيه اليونانيه وتحللوها له. وغيركم لا، ده عمرو اديب اللي قاعد يبيع لكم الوهم، ده عمرو اديب اللي قاعد يبيع لكم الاراجيف طوال السنوات اللي فاتت وتصدقوه، ده عمرو اديب اللي بالمناسبه قعد يتكلم، بما انك انت بقى تساوي، تساوي مين السيساوي؟ تساوي مشتقه من السيساوي، بما انك تساوي اصيل وعتيد، تساوي عتيد، ده عمرو اديب اللي خرج يقول لهم كده، وكل شويه يكلم السيسي ويكلم الحكومه في ايه؟ احنا عايزين بقى قلبه جامد. فاكرين انتوا عمرو اديب لما كنت خرجت قلت لحضراتكم عمرو اديب قلبه جامد مع تركي آل الشيخ بالشكل ده؟ عمرو اديب يصف السيسي بوصف لم يصفه له الاعلام المعارض، قلبه قوي مع تركي آل الشيخ. فاكرين انتوا السيسي لما محمد بن زايد طلعه على المسرح وكان في شاب قاعد جنب منه قال له ايه؟ سيبني يا فيصل. شفت انتوا التعبيرات؟ انا ما صدقت يا فيصل. اقصد بالفرصه دي السيسي، النوش اللي حصل ما بين المعيز الالكترونيه بتاعت السيسي والذباب الالكتروني بتاع بن سلمان والمقال بتاع الحفاة العرام وحديث النعم والكلام ده كله، السيسي حاول يحسن من وضعه، اعتذر ما فيش فايده. طلع رئيس التحرير بتاع الجمهوريه اعتذر ما فيش فايده، فكان لازم السيسي بنفسه يروح ذليلا مسهوكا بنفسه. امبارح كنت قاعد مع اخويا الشيخ محمد، هطلب منك طلب هو الدعم، بفكر كله انا. طب انت ما تكسفش انك تقول كده؟ ليه ما تكسفش؟ ولو لا بعد الفيديوهات دي خرج عمرو اديب قعد مع المعدين بتوعه. طيب السهوكه دي نلفها ازاي؟ واحد من المعدين احنا ممكن نلفها يا ريس بفكره ان السيسي بارع في البيع وكده. هي دي هي دي حلوه. عمرو اديب طلع يوصف السيسي بانه بائع متجول. حاجه صعبه قوي، ما يصحش كده. اي أيوة والله، لا مش احنا، ما يصحش كده، ما يصحش كده. ايه مش احنا؟ ده عمرو اديب اللي قال عنا انك انت بائع متجول. اللي بيعمله الرئيس النهارده ده هو طرق ابواب، ان انت تروح تعدي على دول فيها فوائد استثماريه وتروح تقول له مساء الخير. هي طريقه البياع المتجول القديم. الله يلع الف يا زمن، تعالى نفسي قلبه جامد مع تركي آل الشيخ، قلبه جامد مع تركي آل الشيخ. يوميها من سنه تقريبا قال على السيسي ده بيطرق الابواب زي المتسول. والله لا، زي البائع المتجول. فعمرو اديب المره دي قال لك بس كده، انا اروح اخد الجنسيه السعوديه، هي حمايه وحمايه كبيره جدا جدا، والسيسي ملوش امان ومش لاقي اللضا، وبقاؤه في الحكم الامر يعني مش متاكدين منه كويس، فراح اخد الجنسيه السعوديه جنب الجنسيه اليونانيه تكون امان ليا في يوم من الايام، علشان لو جت الناس اللي قعدنا نكذب عليكم في حقهم، لو جم الناس دول في يوم من الايام وامتلكوا زمام الامور، الناس دي هتحاسبني، هتحاسبني على الفوله واختها، هتحاسبني على زبيده. فاكرين انتوا زبيده اللي قال لك ده معلش ده سبت اهلها عشان خاطر تتجوز جميل الجميلات، تتجوز بص بص بس مهند، فتخيل انت البنت دي اللهم بارك سبت اهلها عشان تتجوز هذا 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 العتيد. فعمرو اديب طلع يفبرك قصه زبيده زي ما فبرك حاجات كتير جدا جدا، عشان المغفلين، المغفلين المراكيب اللي عندهم موسم، موسم هشك بشك، هم وهيخرجوا يا ألفت يا ألفت، يلا يا ألفت عندك موسم رأس يا ألفت في انتخابات يا ألفت،
حاجة لطيفة جدا جدا، وهذا ما يليق بأنصار السيسي، إن ياخدوا على قفاهم كل يوم أناء الليل وأطراف النهار. سلام عليكم.